I don't know how to talk in English or talk Italian. My Italian language, Italian. Of course, allora, in English. Okay, buonasera a tutti. A me è un grande onore di essere qua. Veramente, quanto mi ha chiamato la società, questo ti ho detto che abbiamo vinto il prize. Io sono stato molto felice. Ma non solo per il premio, per il pensiero. Il pensiero di una ditta italiana che sta considerando il lavoro che ha fatto fuori dall'Italia, specialmente delle social activity. La mia vita è legata molto con l'italiano. Quando ho cominciato il lavoro, dopo gratuito dell'università al Cairo, venuto qui a Roma di guardare cosa posso fare come imprenditore. Cominciato di importare tutti i building material, tutti piastrella. طبعاً أستاذ محمد أبو العنين وهو يتحدث لي بعد قبل تكريمه مباشرة يتحدث عن حياته وعن تاريخه وعن عطاء كامل اللي قدمه على مدى 40 عاما تجربته مشوار حياة طويل. اتكلم على اللي اكتسبه طوال عمله حب الناس وقال كده ان حب الناس بالنسبة لي كان افضل حاجة واكتر حاجة وهي دي يمكن اللي واقفة معانا ونتيجة ان احنا يعني دايما بيكون شغلنا متعلق بحياة الناس ومصالح الناس وقال ان هو ده اللي احنا بنشتغل عليه وانه يعني بمساهمتنا بمؤسسة الخيرية بالمجموعة المختلفة في كافة القطاعات كلها ايضا يعني للناس واتكلم على الدور الاجتماعي القوي والانسان اللي يعني بيقدمه او اللي بيعمله سواء هنا او خارج مصر وايضا شرح بتفاصيل عن ازاي بدأ رحلته وازاي وصل زي ما قلت لحضراتكم من شويه وصل لي اللي هو موجود فيه النهارده تجارب خاضها ازاي تحمل مسؤوليه انه يبقى مسؤول عن الالاف نتكلم على 28,000 واحد بيشتغلوا في هذه المجموعه الكبيره وانه ازاي حريص على انه بنفسه بيتابع كل حاجة في هنا أو هنا أو هنا وعنده ثقة كمان كبيرة في الناس اللي هم يعني بيتولوا مسؤوليات كبيرة. اتكلم أيضا على ازاي ان هو لما حصل سيول حصل زلزال مشاكل انه قدر يساعد الناس ويكون واحد من أوائل الناس اللي يروحوا على طول يبني عشرات المنازل في الصعيد او في اماكن اخرى وايضا ازاي ان هو قدر يوصل النهارده واحد من اللي من اكتر الناس اللي ليهم حركه للتصدير لاكتر من 120 دوله وقال ان احنا طبعا لانه في النهارده بقينا المنتج بتاعنا او الحاجات اللي احنا بنصنعها بقت ليها اسم حول العالم وبالتالي يعني في اقبال كبير وفي طلبات كثيره من مختلف دول العالم وقال ان هو متواجد كمان بره في هذه الدول بكثافه. استاذ محمد منين كمان اتكلم على ازاي يعني اكتر الحاجات اللي هو الناس اللي بيبقى عندهم مشاكل صحيه او طبيه او امور انسانيه وبيحتاج انه حد يقف معاهم في وقت بيكون صعب فقال ان هو ده كان او كان مفتاحنا الحقيقي ان احنا يعني شارك يعني مجموعتنا تكون ناجحه وقال انه طريق الخير هو الاساس لاي حد
يعني وانت بتشتغل كده يكون عندك الجانب الخير انك بتعمل وما بتتكلمش. وقال ومره تانية باكد ده انه عاده لا اتحدث عن بنعمل ايه، وقال ان انا ما كنتش اتكلم لولا الناس هم لما نزلوا عملوا اتكلموا في الفيلم اللي عملوه او اشتغلوا في هذه المنظومه ونزلوا عشان يسالوا يعرفوا مين الراجل اللي هم هيكرموه او اللي هيديله هذه الجائزه، اللي هل فعلا عمل الحاجات دي على الارض ولا لا. نزلوا سالوا شافوا وبعتوا ناس في اماكن كتير وتاكدوا من حقيقه ما تقوم به المجموعه مع المؤسسات الخيريه والاجتماعيه اللي خاصه بمؤسسه ابو العنين. وجانب اخر اتكلم عليه عن ازاي ان احنا ايضا نقدر من خلال هذا المكان يعني نوجه رسائل لأي حد حاول بوظ علاقة أو يفسد علاقة بين البلدين والبلدين والشعبين المحبين لإنسانية تعايش للتعايش والسلام. وقال إنه احنا اهل الخير، قال كده ان احنا اهل الخير، الاخرين اللي بيسعوا للفتنة دول اهل الشر. اتكلم بشكل يعني في تفاصيل كثيرة ويمكن التركيز كله عن الجانب الانساني اكتر، لان هو الجايزة تتحدث او عن الجانب الانساني الجانب الاجتماعي المشاركة في بناء المجتمع. وده اللي كان جانب كبير من هذه الكلمة اللي حضراتكم يعني لحظة. طيب نشوف لحظة أيضا تكريم أستاذ محمد أبو العنين. Ecco, però abbiamo chi lo legge in inglese. The Social Commitment Award to Mohamed Amhabu Elanein for his determination and passion in promoting all over the world friendship and cooperation between Italy and Egypt. Zahi, you know this Zahi. Thank you, thank you. We will come. We will come.